ولا مره كانت بهيك اكزيبيشن بهالضخامه بهالكبر. ام ريلي جلاد انه شاركت هالسنه، وان شاء الله كمان انه السنه الجايه اذا الله راد نعمل شيء سوا اكبر من السنه. يعني معرض مثل الادك بالنسبه لي يعني شيء كثير كبير وشيء كثير مهم لي ولكل لكل بالمنطقه يعني، حتى على صعيد العالمي. ففخر لي انا اكون مشارك بهيك ايفنت، وبالفعل كانت اكسبيرينس كثير حلوه، كانت اكسبيرينس جديده اول مره بعملها بهيك اكزيبيشن بهالكبر يعني. ف ام ريلي جلاد. شكرا شكرا كثير كثير كثير، انا عن جد مبسوط انه كنت السنه معكم ولنجاح اكثر واكثر. انا اكيد انه اذا الله راد السنه الجايه راح تكونوا الاول بالعالم مش الثانيين.